لما طيب انت كبيتنا، طيب طع انقذنا، لا دورت ولا حد، لبعد ساعتين ساعتين ونص نحن بالماي منه معروف مصيرنا، لحتى رجعوا فيطوا علينا سحبونا، اللي ميت ميت والمفقود مفقود واللي نجي. أنباء وادعاءات عن وجود مافيات سورية تقود بالشراكة مع مسؤولين لبنانيين عمليات تهريب غير شرعية، وتصريح صادم من وزير الخارجية اللبنانية يشعل خلافا مع السفير السوري، فما القصة؟ الموجودين على القارب كله عمك خالك. أنا إلي ثلاث أخوة، ما أخ، إلي ثلاث أخوة، إلي اثنين أولاد أخت، عندي 25 أولاد أخ، ابن عمي وصهري. مشان تكون الأمور واضحة هسا أكثر، بيلمن من الكل بيشتروا هذا القارب ليطلعوا فيه برات هالبلاد، برات هالبلاد هالجحيم. كشفت صحيفة نداء الوطن أن تهريب الزوارق من الشمال اللبناني باتجاه أوروبا واليونان يتم عبر شبكات سورية لبنانية تعمل معا وهي تنشط بقوة في الفترة الأخيرة، حيث أفادت الصحيفة بأن مركبا وصل الأربعاء الماضي إلى لبنان من داخل الأراضي السورية إلى منطقة العريضة في عكار ونقل قرابة 100 شخص من جنسيات مختلفة، وأبحر بهم باتجاه طرطوس ومن هناك إلى حدود أوروبا، إلا أن هذا المركب كاد يغرق لولا تدخل بحريات إحدى الدول الأوروبية لإنقاذه بعدما طلب رواده النجدة. الصحيفة التي شددت على وجود تغطيات أمنية لنافذين يعملون على تهريب المواطنين أوضحت أنه ليس باستطاعة أي مركب أن يغادر البحر شمالا، ولا تكشفه الرادارات المنتشرة في العريضة والقليعات وتربل والميناء وغيرها. فرصة. أنا إذا بسح لي هالفرصة أني أطلع برات البلد حأطلع، ولو ما في شيء نحن نعيش كرماله، عنا أطفال. يأتي ذلك بعد ردود متبادلة بين وزير الخارجية اللبناني عبد الله أبو حبيب والسفير السوري في بيروت علي عبد الكريم علي، حيث رأى أبو حبيب في حديث صحفي أن سوريا لا تطلب من النازحين في لبنان العودة إليها لأنهم يرسلون أموالهم إلى بلدهم بالعملة الصعبة، بالتالي وجودهم في الخارج يساعد النظام. أبو حبيب الذي قال نحن كنا في أيلول الماضي وزارة جديدة من دون شك أرسل إلي وزير خارجية سوريا فيصل المقداد مكتوب حلو، لكن كان بمقدوره أن يزورنا كما زارنا وزير خارجيتي الأردن وقبرص، أثار استغراب السفير علي الذي رد عليه في اتصال عبر الجديد قائلا لا أدري إذا كان هذا الكلام قاله، لأنه ما سمعته من الوزير بلقاءات متعددة لا يشبه هذا الكلام، وهو يدرك ويدرك كل المسؤولين اللبنانيين أن سوريا تريد عودة السوريين والمراسيم التي صدرت وآخرها مرسوم العفو حتى عن الذين قاموا بجرائم إرهابية ما لم تصل إلى قتل الإنسان، هنالك تسهيل لكي يعود السوريون إلى وطنهم. أما السوريون واللبنانيون أظن العملة الصعبة ليست الآن موجودة، الآن العالم كله في حصار شديد، أكيد في داخل سوريا وبخارج سوريا أوضاعهم صعبة، أما إذا الأمم المتحدة هذه القروش التي تدفعها للاجئ السوري في لبنان إذا قدمت له في سوريا يكون تشجيعا له للعودة، وهذا ما قلناه دائما، نريد من المنظمات الدولية أن تقدم الدعم الذي يقدم على تواضعه للسوري لكي يتشجع للعودة. أما سوريا هذا الصد والرد استدعى تعليق من المحامي والمحلل السياسي جوزيف أبو فاضل على تويتر قال فيه السفير عبد الكريم يرد على النغمة التي ستعتمدها السلطة الحاكمة وأورطة مخلونة أثناء رحيلها لتجيش الرأي العام على النازحين السوريين بعد أن نامت لأجل مصالحها وفشلت واستفاقت الآن للشعبوية.